طهر أرض فلسطين على شهدائه إليكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المحراب ينطلق ليوثق حين عبادكم بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أهز الكافر الجاني بقرآني بقرآني وإيماني، لنتحر كل عدواني بقرآني، لنحمي كل أوطاني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أيها السادة الحضور، أيتها السيدات الكرام، يسرنا أن نقدم لكم حفلا إسلاميا هادف، وباسم جيش القدس وباسم المعهد الشرعي والمعهد الدعوي لجيش القدس، تم بعون الله سبحانه وتعالى هذا الحفل الكريم من أجل تكريم الطلبة الذين تابعوا معنا من خلال هذا العام لتحفيظ القرآن الكريم. وخير ما نستهل حفلنا هذا الكريم بتلاوة عطرة للأخ الشيخ محمد علي فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قراءة مباركة من كتاب الله مع أصغر طفلة وأصغر طفل، مع أصغر طفلة وأصغر طفل، الطفل حبيب محمد علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وعن تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن يقدر عليه أحد، يقول والد من الولد أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فاحكم رقبة أو
شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة ثورة لاجينا خيول العز بتسرح فينا دم الشهداء بنادينا جنة بتهجى يا رياح الجنة هبي يا نهار الشهداء صبي سوريا تنادي مين يلبي حمص تنادي مين يلبي درعا تنادي مين يلبي سوريا تنادي مين يلبي حلب تنادي مين يلبي سوريا تنادي مين يلبي درعا تنادي مين يلبي حلب تنادي مين يلبي مين يلبي Oh.
جبار ورانا رب الجبار بعد الليل نهار ثوار سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا إلى منهجنا الباني لقدس لجيش القدس فرسانا سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا إلى منهجنا الباني لجيش القدس فرسانا مع كلمة طيبة كلمة المجلس العسكري يتقدم بها أخ فاضل الأخ أبو البراء فليتقدم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الرحمة على شهدائنا الأبرار الأطهار والحرية لمعتقلينا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر والفرج القريب المؤزر لهذا الشعب المكلوم ولهذه الأمة الطيبة المباركة نبارك لإخواننا في جيش القدس هذه الخطوة الرائدة الرائعة هذا العمل الطيب المبارك نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هذا المشهد الذي نراه الآن هو دليل الصحوة والعودة هو دليل العافية والامتثال إلى الشفاء نعم نحن أمة أصابها العلل والمرض وبدأت تتماثل للشفاء منه وتقاومه نعم إنها بلاد الشام إنها الأرض الطيبة المباركة بدأت تستعيد زمام المبادرة وبدأت بالعودة إلى جادة الصواب إنه الإسلام ولا حل للبشرية ولا علاج لأسقامها وأمراضها إلا به فهلموا إليه طوق النجاة في هذه البحور التائهة فأكرر شكري وامتناني باسمي وباسم المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب إلى الأخوان والأخوة في جيش القدس على تجديدهم وإحيائهم لهذه السنة الطيبة المباركة فجزاهم الله عنا كل خير تكبير وللأسف الشديد لذلك نريد أن نقدم لوحة فنية حتى تحكي أو تحكي حال هذه الأمة سلام شهر بنشر بركي لعب راسنا عفي يلا الرئيس الجامع كلنا الله معنا يا خايفين الله معنا يا خايفين
المسلمين؟ اوف عيب ربك، الله تفيها بنوره، الله يسهل الحق. شيخي بس الله فرض علينا الجهاد. بشار مسلم النشر والترب، بعدين الجهاد، جهاد جهاد النفس، بعدين نحن مالنا علاقة، خلينا بعبادتنا وصلاتنا أحسن شيء. إلى رب غصبا عنك يا أسد، حرية، إلى رب غصبا عنك يا أسد، حرية. محمد يا ما كردي